تصرف الباطل بهالنا جميعا برواية سعادتك لا تستقيم مع العقل والمنطق ولا طبائع الأمور. هذه من ناحية أخرى. سعادتك النهاردة لما يجي يقول لي السيد مأمور الضبط القضائي إن المصدر السري قام بالاتصال هاتفيا، وقمنا النهاردة جاب رقم تليفون المتهم سعادتك، فسؤال في تحقيقات النيابة العامة لماذا لم تستصدر إذن من النيابة العامة قبل القبض على المتهم؟ انت النهارده سعادتك عندك بتقول ان الراجل ده بيتاجر في المواد المخدره عبر الانترنت. طب النهارده انت عندك راجل وشخص معروف او في تواصل معاه، ما استصدرتش اذن نيابه ليه؟ قال لي ما فيش بيانات معلومه لديه النهارده عشان استصدر عليها اذن نيابه. طب انت النهارده جبت رقم الهاتف الشخص بتاع المتهم، لماذا لم تستعلم عن بياناته من شركه اتصالات معالي المستشار عشان تستصدر، عشان النهارده لما تجيب لي المتهم سعادتك النهارده امام الهيئه الموقره يبقى اجراء صحيح ونتاكد من ادانه المتهم وارتكابه لتلك الوقائع. النهارده لم يحدث على الاطلاق، وان الروايه لها تصور اخر غير الذي صوره السيد مامور الضبط القضائي. وليؤكد ذلك النهارده سعاده المستشار الجليل ان السيد مامور الضبط القضائي قام بالقبض على المتهم يوم 22/1 مع المستشار، وقام باستحاضه للنيابه العامه يوم 23 في نفس اليوم. سعادتك سئل السيد مامور الضبط القضائي قبل ان يسهل المتهم على الواقعه. فالنهارده سعادتك في النهارده امتداد اثر اكراه مادي ومعنوي من قبل محرر المحضر للمتهم سعادتك قبل تحقيقات النيابه العامه. فان كان سعادتك ذلك الوقائع احنا سعادتك بنلوذ بالمحكمه، ونعلم ان المحكمه سعادتك هي المدافع الحقيقي على المتهم، وان المدافع الاول عن المتهم هو قاضيه وليس محاميه، ولذلك نلتمس البرام عن المستشار. اقرار المتهم في تحقيقات النيابه سعادتك احنا بنتكلم اقرار سعادتك هو ما اقرش، انكر هذه التهمه من الوهله الاولى، قال ان الواقعه ما حصلتش لكن تحقيقات النيابه العامه تمام اقر بالاتجار والتعاطي. قال سعادتك حصل قبل كده لكن الواقعه دي قال ما حصلتش وما تمتش. فالنهارده سعادتك انا النهارده بحاسب على واقعه امام الهيئه الموقره، واقعه ضبط النهارده مش بحاسب كده. وبعدين سعادتك النهارده امتداد اثر الاكراه المادي والمعنوي يجعل فيه بطلان الاعتراف مع المستشار لاستحاض السيد مامور الضبط القضائي المتهم والتحقيق معه في نفس ذات اليوم. سعادتك ما فيش النهارده السيد مامور الضبط القضائي لم يترك المتهم النهارده سعادتك حتى المتهم يقول روايه، والمتهم سعادتك لم يسبق له اي اتهام ولم يتهم في اي قضايا مماثله، والمتهم سعادتك عنده 22 سنه سعادتك ما يعرفش اي حاجه. فسعادتك النهارده قال بالناس بناء على قالب السيد مامور الضبط القضائي. فاحنا بنلتمس البراءه مع المستشار. احمد ابراهيم الجديد. جواز السفر الخاص باللجنة. نعم. جواز السفر الخاص باللجنة عايز اقوله. اخر الجلسة هو مضى ولا لسه؟ مضى على ال مش لسه لازم يمضي. احمد ابراهيم الكتي. وجداي صح. جداي. احمد ابراهيم. جاهز؟ اه جاهز يا ريس. يا احمد. بتتاجر في المخدرات؟ والحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على دفع أولا ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومكتبية، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بأكثر من 5 أيام، وذلك لوجود منازعة بين مقولة المتهم بتحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبطه زمانا ومكانا، ودفع بالتلاحق الزمني السريع للإجراءات المزعومة بالأوراق، ودفع بعدم معقولية الواقع على النحو الوارد بالأوراق، وانفراد ضابط الواقع بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوى المرافقة له، ودفع باتفاق صلة المتهم بالواقعة المسطرة والمضبوطات جميعها، ودفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم لكونه إقرار غير قضائي وليد الإكراه المادي والمعنوي،
ودفع باعتصام المتهم بالإنكار بتحقيقات النيابة العامة على الرغم من عدم حضور محام معه إجراءات التحقيق، مما يؤكد على مصداقية روايته وتطابقها للواقع والحقيقة. ودفع باختلاف وبطلان الدليل المستمد من الحرز المزعوم ضبطه لاختلافه بين ما زعم ضبطه وما أرسل للنيابة العامة وما ورد بتقرير المعمل الكيميائي. هذه القضية الماثلة أمام معاليكم ومعالي المستشار. حرر محضر تحريات السيد مأمور الضبط القضائي بمعرفة النقيب حسين الإمام في 12/11/2023 في الساعة 3:30 مساء، بيقر فيه أن المتهم بقيام أن هناك معلومات من أحد مصادره السرية بقيام المتهم أحمد إبراهيم الجدي، ولنا هنا عند ذلك الاسم وقفة لأن المتهم المتعارف عليه في منطقته والبلدة التي يقطن بها أحمد شعبان عبد المغني، مفيش حد في البلد كلها نزلة لشكر يعرف إبراهيم الجدي ولا أحمد إبراهيم الجدي. وكان يجب على السيد مأمور الضبط القضائي عند إجراء تحرياته المزعومة يقرر بأن المتهم يدعى أحمد إبراهيم الجدي وشهرته أحمد شعبان عبد المغني، ولكن يترك هذا لنؤكد لمعاليكم أن التحريات جاءت غير جدية منعدمة، ليقرر لنا بأن المتهم مقيم بنزلة أو قرية نزلة لشط على العموم، ويستصدر إذن من النيابة العامة بأن المتهم أحمد إبراهيم الجدي المقيم نزلة لشطر، وكان يفترض على السيد مأمور الضبط القضائي تفتيش نزلة لشطر بيت بيت عشان أقف كدفاع وكهيئة محكمة موقرة على مراقبة صحة إجراءه من عدمه. يعني إيه المتهم مقيم نزلة لشطر مع المستشار؟ قرية كبيرة جدا مش أقل من 50-60 كيلو، ازاي حضرة الضابط تقول لي ان المتهم مقيم نزلة لشطر؟ قول لي مقيم شارع كذا بجوار مسجد كذا بجوار صيدلية كذا لكي نقف على صحة اجراءك من عدم. ولكن يتم استصدار الاذن بناء على هذه التحريات الغير جدية المنعدمة، ويتم استصدار الاذن من السيد وكيل النائب العام في ذات اليوم الساعة كام؟ الساعة 8 مساء. ويقرر السيد وكيل النائب العام ولنا عتاب في ذلك بإذن بأنه يأذن للسيد مأمور الضبط القضائي مجري التحريات بإلقاء القبض والتفتيش للمتهم قرين اسمه اللي هو مين. الإذن صادر يا معالي المستشار على شخص مجهول الهوية، في إذنه لم يحدد لنا السيد وكيل النائب العام من المتهم المعني بضبطه أو بالضبط والتفتيش مين عشان أقدر أقف. يعني إيه قرين اسمه؟ إنه هو موقع قرين اسمه أحمد إبراهيم الجدي في التحريات المنعدمة. يبقى أنا النهاردة تم استصدار الإذن بناء على تحريات منعدمة، وتم استصدار الإذن ولم يذكر في إذن النيابة العامة اسم المتهم نهائيا، يؤكد على بطلان إذن النيابة العامة لابتنائها على تحريات غير جدية. ولكن يأتي السيد مأمور الضبط القضائي ليبدع في تأليف روايته في محضر الضبط، ويصفر في محضر الضبط في ذات اليوم 12/11 في الساعة 11:30 مساء أنه نفاذا لإذن النيابة. ومعنى نفاذا لإذن النيابة أنك حضرة الضابط بناء على إقرارك في تحقيقات النيابة في صفحة 13 أن أنت أجريت تحريات وراقبت المتهم مراقبة شخصية، يعني عارف المتهم وعارف أماكن تواجده وبيخرج إمتى وبيرجع إمتى وبيبيع إمتى. لما تيجي تقول لنا في صدر محضر الضبط، أنا آسف يا ريس عشان أأكد لمعاليكم أن للواقعة صورة أخرى وأن المتهم كان في حيازة السيد مأمور الضبط القضائي، بيقرر أنه نفاذا لإذن النيابة قام بتجنيد العديد من المصادر السرية لإمداده بالمعلومات. عن مين؟ ده انت استصدرت إذن يا حضرة الضابط، أجريت تحريات
بقالك فتره يوم اتنين اسبوع بتجري تحريات على المتهم، عايز امدادات ايه ومعلومات ايه تاني والمين؟ ده انت متهم استصدرت له اذن، يعني المفترض يا تروح له بيته يا اما عارف مكان تواجده اللي بيتاجر فيه، يا اما عارف بيقف فين وبيبيع فين وبيشتري امتى والكلام ده كله. انما ما تجيش تستخف بعقولنا وتقول لي نفاذا لاذن النيابه قمنا بتجنيد بعض المصادر لامدادك بالمعلومات. بعد كده مع المستشار بيقرر ايضا ويستخف ويتمادى في الاستخفاف بالعقول انه قد ورد اليه الاتصال، كانه بيعمل محضر تلبس عادي جدا مش مستصدر اذن فيه، ورد اليه اتصال من احد هذه المصادر. مفاده ايه؟ قيام المتهم او بتواجد المتحري عنه في منطقه نزل 12 وتعميم وتجهيل مكان تواجد المتهم يؤكد على ان المتهم كان في حيازه او في حوزه او داخل ديوان قسم شرطه ابو النمرس اثناء تحرير التحريات والاذن ومحضر الضبط. توجه نحو المكان المشار اليه اللي هو ما يعرفوش ايضا، وقام بترك سياره الشرطه وترجل الى ان شاهد المتهم. وهنا ندخل على عدم معقوليه الواقع. ما الذي يراه من المتهم؟ يرى المتهم من المفترض اللي هو بيستصدر له اذن اللي هو على درجة كبيرة من الإجرام، يقف على قارعة الطريق وممسكا بيده كيس شفاف يظهر منه قطع بنية تشبه جوهر الحشيش المحتفل ده. ده مش تاجر مخدرات، ده فاجر. إنه هو بيقف على قارعة الطريق في مكان مجهول في نزلة لشطر القرية الكبيرة ويظهر من ذلك الكيس في الساعة 11:30 مساء، يظهر من ذلك الكيس قطع بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر. ده بالعته ده انا ما شفتش تاجر مخدرات بالسذاجه دي. انا النهارده المفترض ان عدو تاجر المخدرات هما رجال الشرطه، من ضابط لمخبر لامين. كيف يحتاط منهم وهو يظهر هذه المواد المخدره وكانه ليس تاجر بل معتوه، يقف على قارعه الطريق ومعه ذلك. وبناء على ذلك قام السيد مأمور الضبط القضائي بالإسراع إليه والانقضاض عليه وقبض عليه، وبفضل الحرز تبين أنه كيس بلاستيكي بداخله ثلاث قطع فزع تزن في النيابة العامة 15 جرام. ولكن تأتي المفاجأة عندما يسأل المتهم وفي حالة عدم حضور محام معه إجراءات التحقيق. المتهم ما حضرش معاه محامي إجراءات التحقيق. يقرر أننا اتقبض عليا من 7 أيام. يقرر للسيد وكيل النائب العام أنا ضبطت من 7 أيام وكانوا عايزين أخويا وقعدوني هناك وقالوا لي كل شوية هنمشيك لحد ما تم عرضي على معاليك النهارده وجيت النهارده. طيب نأتي إلى الدفع بالانفراد، ولكن يا ريس استاذن عليك، انا عارف ان المحكمه بتقرر ان الانفراد واضح بالاوراق، ولكن في هذه القضيه بالذات الانفراد مفضوح من السيد مامور الضبط القضائي. تم تحرير التحريات، ضابط عامل التحريات وعامل اذن وخد قوه مرافقه وتم ضبط المتهم، كل هذه الاحداث يوم 12/11 بدايه من الساعه 3 مساء الى ان تم ضبط المتهم في الساعه 11 مساء، يعني في غضون 8 ساعات. ويتم سؤاله في النيابة العامة يوم 13/12 بعد أقل من 12 ساعة في النيابة العامة. بيسأله السيد وكيل النائب العام أسئلة في منتهى الخطورة. إيه أفراد القوة المرافقة ليك؟ قال لك مش متذكر. ده امبارح لحضرة الضابط بالليل. القوة المرافقة امبارح بالليل. أنت ما لحقتش تعمل مأموريات تانية أصلاً. قال له لا اتذكر. طب العربيه او سياره الشرطه رقمها كام؟ لا اتذكر. بص يا ريس بقى استاذن معاليك، انا اسف طبعا. السيد وكيل النائب العام بيسال الضابط من القائم بضبط المتهم تحديدا؟ بيقول له ايه؟ في صفحه 15 من تحيات النيابه العامه انا القائم بضبطه وبصحبته القوه المرافقه. ايه ده؟ طب مما يؤكد على ان للواقعه تصور اخر. ومما يؤكد على ان روايه المتهم بتحقيقات النيابه العامه هي الروايه الاقرب والاصدق الى العقل والمنطق، وذلك لكون المتهم لا يعلم
ما الذي حرر له؟ محضر تحريات، محضر إذن، محضر تلبس، محضر كذا، هو مش عارف هو متحرر له إيه، ولكن دخل إلى السيد وكيل النائب العام واطمأن إليه وقرر بما هو حقيقي وواقع. ولكن نرى أن هذه الدفوع تصادف صحيح الواقع والقانون من وجهة نظر الدفاع، ولكن الدفع الأخير الذي يفضح أيضا السيد مأمور الضبط القضائي وهو بطلان الدليل المستمد من الحرس المزعوم ضبطه، بينما تم ضبطه بناء على زعم السيد مأمور الضبط القضائي من خلال ما قرره أنهم ثلاث قطع داخل كيس، ويذهب إلى النيابة العامة ثلاث قطع أيضا داخل الكيس، ليأتي تقرير المعمل الكيماوي ويقرر الاختلاف الحرز بأن الحرز عبارة عن، والحرز المرسل للمعمل عبارة عن ثلاث قطع طولية محزمة كل منها بالسلوفان. السلوفان ده اللي احنا نعرفه رئيس الورق الفضي اللي بيبقى على قطعة الحشيش. يبقى حضرة الضابط الحرز اللي انت زعمت ضبطه ولم تذكر السلوفان اللي موجود فيه واللي تم ارساله للنيابة العامة غير الحرز اللي راح المعمل، انه حرز اصدق. يبقى انا النهاردة كل هذه الادلة اذا وزناها على ميزان الروايات نرى ان رواية المتهم هي الاقرب والاصدق الى العقل والمنطق، ومنعا للتكرار المتهم أمانة بين يدي معاليكم وأنتم خير مدافع عنه، والتمس أصلان واحتياطيان براءة. آخر الجلسة. أمين عفو أمين. هل فيها دفتر أحوال تم انا معلك كنت طلب دفتر بتاع ده دفتر الاحوال عن يوم 30 يوم 29 هيطلع عليه وبخليها اخر الجلسه النهارده. ماشي يا عم الشرف. سالم علي سالم النجار. ماشي جاهزين يا سالم. الله يسلمك. طلبات بعد اسمعك. ليه طلبات؟ ايه طلبات؟ سماع شهادة الإثبات. نعم؟ سماع شهادي الإثبات عالم الشرطة. شهادي الإثبات؟ اسمعنا. هو سامع عبد المعبود وسيم. عايز سامع وظابط حرر المحضر معانا الشرطه مصطفى بينا. مصطفى ده في بعض تحرياته في جزئيه معانا مصطفى متعلقه بالسلاح لحد اللحظه دي ما عرفش مصدره ايه. بس هو معانا الشرطه سأله في صفحه 18. انت عايز تناقش الشاهد الاول؟ الشهاد الاول بتنفع. طيب بالنسبه في اقرار بالمتهم. نعم معلم شرطه. في اقرار بالمتهم. في انا معلم شرطه بس في واقعه مخالفه يعني لو حصل معلم شرطه اتكلمنا في جزئيه خاصه بالسفر والتترصد انتفت الجزئيه دي نهائيا. يبقى في انتفاء القصد الجنائي معلم شرطه متوفر فيها. طب ما تترافع على ضوء الورق. بعد معلم شرطه من السرس. استاذ زميلك اسمه على قصه الشاهد. عايزين الاجل من اجل الاجل يعني. والله انا مسافر اقضي فرقة الحج فعايز بعد فرقة الحج اعمل له سؤال. يعني. لا لا يا فندم لا يعني لما تكون عايز اجل لا لا لشيء قول اجل للمرافق. فعلا معلش بسرعه انا شخصيا مسافر لاقضي فرقة الحج. ما احنا بنقول طب استاذ زميلك عليك بعد فرقة الحج كمان يعني. ماشي احنا ما فيش مشكله عندنا. بنقول لو انت عايز الاجل. لا الاجل مش اجل يا فندم. على اساس انك مسافر. لا يا فندم الاجل فريضه الحج ده شيء ثاني. لا ما حملتش القضيه على شاهد يعني ولا شاهدي الاثبات. ما شاهدي الاثبات فيهم ضابط الوقعه ده حريات ما شافش حاجه. احنا هنبني مرافعتنا. ايوه بقول لك يعني الشاهد الثاني ده تحريات مش شاهد. ما هو تحرياته للاسف الشديد قال فيها خلاص اتكلم فيها مصادر سريه واحنا قدام عضيف قد
فيجب ان احنا نتناقش معاه بس في صحه التحريات وللوصول للحقيقه قدام المحكمه، وتغير وجه النظر المحكمه ونتكلم في القيد والوصف او في امر الاحاله الواجبه. طلب مناقشه الشاهد اي اثبات، وطلب اجلا طويلا. انا معلم شرع لو غير اسمح لي تدخل المباراه كمان. لسفر الأداء فريضة الحج آخر الجلسة. محمد طاهر مات سيد كمال سيد جاهز؟ جاهز. محمد طارق سيد كمال، انتوا سرقتوا الدراجة النارية دي؟ طلبات النيابة. والحاضر التمس من عدالة الهيئة المبكرة القضاء ببراءة المتهمات وبحق تأسيسا على أنني تعلمت في محراب عدلكم المقدس أن هناك علاقة بين الإسناد المقام من قبل النيابة العامة والإسناد المقام من قبل المجني عليه. ومطالعة أوراق الادعاء الرئيس تحققت عدة روايات. الرواية الأولى الواردة على لسان السيد مأمور الضبط القضائي بمحضر الضبط المؤرخ 13/11/2023، وهي أن هي بناء على معلومة سرية وردت إليه مفادها قيام المتهمين ببيع توك توك في منطقة الزراعات بثمن بخس معاليك. فانتقل معاليك بعدها لمكان تواجد المتهمين وقام بالقبض عليهم. سعادتك هنا النهارده السيد مأمور الضبط القضائي قرر انه المتهمان قرروا له بانهم تحصلوا على التوك توك نتيجه سرقه طفل عنده 17 سنه بمنطقه كرداسه كرها عنه. النهارده معاليك جه بعد كده لما اتكلم قال لك ان المجني عليهم ما حرروش اي وقعه لسرقه التوك توك. نكمل بعد كده معاليك نلاقيه بيقول لك وباصطحاب المتهمين كان التوصل الى مالك الدار مناقشته وبمناقشته، ده معناه ان معاليك ان هو وقف قدامه شخصيا واتكلم معاه وقرر ان كان في طفل باسمه محمد كمال عبد الميجي كان سايق التوك توك في شهر سبتمبر، والمتهمين زي ما المجني عليه روى الروايه في التحقيق النيابه معاليك طلعوا عليه وبعد كده قالوا له هنقف على جنبه وبعد كده ربطوه بالحبل وضربوه بالطوبه على دماغه. طيب نيجي بعد كده معاليك نبص في سؤال سائق التوك توك اللي هو محمد كمال عبد المجيد احمد لطفي. هو قرر بواقعته بس انا ليا تعليق صغير في الـ في الـ في الاقوال بتاعته معاليك. قال لك الكلام ده حصل امتى؟ يوم الخميس 28/9 الساعه 2 مساء في الطريق الابيض كرداسه. لما جيت سال في الصفحه اللي بعدها معاليك وهي صفحه 5 صف لنا المتهمان مرتكب الواقعه. قال هو واحد منهم جسمه مليان شويه ومش طويل قوي وقمحاوي ووشه فيه علامه. وهنا نقف بقى معاليك. انا استاذن معاليك انك تطلع المتهمين وتناظرهم، هل في اي علامات بالفعل كما قرر المجني عليه في تحقيق النيابه العامه فيهم او لا؟ دي اول نقطه سعادتك. النقطه اللي بعد كده سعادتك هو كده خلص اقواله واقواله ما فيهاش اي مشكله. لما اتسال السيد سعيد محمد اسماعيل اللي هو صاحب الدراجه البخاريه كيف نما الى علمك بالواقعه محل التحقيق؟ محمد كمال عبد المجيد كلمني وقال ان في اتنين سرقوا التوك توك اللي هو شغال عليه في كرداس وان هم خنقوه بالحبل وضربوه وكتفوه. بعد كده معاليك قال لك ساعتها ما عرفتش اجيب ورق التوك توك علشان التوك توك لما اتسرق كان فيه الورق بتاعه. النهارده سعادتك لو كان توجه على المرور عشان يطلع شهاده بيانات هيطلعها ب 60 جنيه التوك توك. دي اول نقطه معاليك. ثاني نقطه لو التوك توك مش متسجل في المرور سعادتك وراح للمعرض اللي باع له التوك توك هيدفع 200 جنيه وياخد جواب جديد باسمه بالفعل ده بيثبت ملكيته للتوك توك. وده الكلام ده حصل امتى؟ في شهر 9. الواقعه دي اتضبطت امتى؟ في شهر 11، يعني بعدها بشهرين سعادتك توك توك ثمنه 150 الف جنيه هيكون ده مصدر رزقك، انت ازاي هتسال فيه مش هتعمل محضر بالواقعه؟ ده انا ما مش عارف بصراحه حصل ازاي سعادتك. طب بعد كده رئيس المباحث نفسه اللي دخل عليه المجني عليه وقال لك ان هو كان متربط بحبله وعنده اثار ربط معاليك في دراعه ودماغه واخد خبطتين بالطوبه على دماغه سعادتك ودماغه ورمه وبيجي مناخيره بيجيبوا دم، ازاي سعادتك انا النهارده كرئيس مباحث هيخش لي واحد قال لي حصل معاه 1 2 3 وفي المنظر ده مش هعمل له محضر يا علي، حتى لو المتهم معهوش ورقه التوك او المجني عليه عفوا معهوش الاوراق الخاصه بالتوك، على الاقل حتى لو كان سايب التوك الورق بالفعل كان زي ما بيقول في التوك توك كان هيخلي منه صوره عنده في البيت، هي عنده 1000 دليل سعادتك يقدر يثبت بيه ملكيته للتوك توك ولكن ده ما حصلش. طيب جينا بعد كده قال لك لقيت امبارح المباحث بتكلمني
وبتقول لنا روح على مركز شرطه ابو النمس عشان هم مسكوا التوك توك هنا. طيب النهارده مباحث الشرطه المباحث هي اللي كلمت المجني عليهم، ولا السيد مامور الضبط القضائي انتقل بالفعل خارج نطاق حدود نطاقه المكاني سعادتك في كرداسه وقبض على المتهمين وناقش المجني عليه وعرف القصه كلها؟ النهارده سعادتك تعددت الروايات في الاوراق والشك دائما يفسر لصالح المتهم والتمس اصلا هذا السيد عبد الوهاب. حضرتك يا فندم انا مصدوم وعربيتي محبوسه معايا ثلاث ايام متشردين. انا مصدوم طلبات النيابه مع الرئيس في طلب في القضية دي هينسف القضية من أولها إلى آخر. دفتر الأقوال ضم يا ورد معلي. طلع معلي معلش. طلعته عليه؟ معلش بس ساعتك ما تم اطلاعه في الدفتر بعد الجلسة بعد الزميل ما يبدي طلبه. طيب. معالي الرئيس المتهم الثالث الحاضر مع المتهم الثالث نلتمس من الهيئة الموقرة الاطلاع على التقرير المعمل الجنائي. المتهم الثالث يتساءل الدفاع محبوس لغايه دلوقتي ليه؟ لا انا عايز اعرف بس لا ده مؤاخذه ده كارثه نحن في كارثه احنا في مصيبه. بالراحه خالص مع الرئيس. التاني ما هو سعاده الرئيس مش كده اصل انا جاي اتوافق على مؤاخذه حضرتك ده المتهم الثالث الحلف بتاعه لم يوصل الى المعمل الجنائي اطلاقا. مرافعة ده انا عاوز الطبيبة الشرعية اللي هي قامت بالتحليل لان المتهم الاول يعني انت ليك طلبات تقول لي طلبات طلبات ساعتها بس امال انت دخلت ما انا مش ما انا مش عارف محبوس ليه. لا ما هو انت بتقول الحرز عايز طبيب شرعي هو ما فيش حضرتك الحرز اللي هو يا استاذ حدد لي طلبك الاول وما تتهاوش على الرئيس على الرئيس يعني انا حاضر قدام الهيئه المبكره اكثر من 150 الف جلسه يا باشا وتكلمشت وانا بريء يعني انا شايم ريحه عمر بن الخطاب في الجلسه. نتكلم في جزئيه معينه وهي جزئيه الاجراء. ما انا عاوز اوضح انا عاوز اوضح للهيئه المبكره حاجه بسيطه جدا. انا راجل صعيدي وبتكلم انا خال عبد الرحمن الابنودي وبتكلم لغه صعيديه. حضرتك المتهم الاول قال اتمسك معاه 55 تربه والثاني 6 تربه وادهم اتمسك معاه تربتين وفتشوا خرج الثالثه. اللي راح للطب الشرعي ايه؟ 55 تربه تمام والست تراب الممسوكين معاك، الثلاث تراب راحوا فين؟ انت كده دخلت في المراقبه. ماشي طيب انا عاوز الطلب اللي انت عايزه عاوز الطبيبه الشرعيه طلبه مناقشه الطبيبه الشرعيه بشان ايه بقى؟ بشان حضرتك انا اللي عاوز اوضح انه حضرتك انه هو في البدايه لما قال انا ما ضبط مع المتهم الثالث ما راحش المعمل ما راحش المعمل خالص راح فين انا مش عارف. ده في كارثه ده حتى في النيابه العامه ثلاث التراب راحوا بيجوا اثنين يقول لك ده خطأ مدني. هنا ايه دور الطبيبه الشرعيه في المراقبه؟ هو حضرتك لما النيابه العامه ارسلت الحرز ارسلته كاملا قالت 6 و55 والست قطع والثلاث قطع. يعني الحرز ده ضاع عند في الطب الشرعي. مش عارف عاد بقى سعاده الرئيس انا لا اجزم ذلك. ماشي. المحكمه تجزم ذلك. تمام. وعاوز شهود الاثبات سعاده الرئيس اللي هو حرر المحضر وقال انا كنت في كمين، ده انت كنت في كمين فين؟ ده في الطريق الزراعي. طب انا عاوز الحرز بتاع الود ده، عاوز اشوفه انا اشوفه ده مخدرات ولا اشوفه ايه؟ لان احنا في كارثه سعاده الرئيس. في مصيبه، يعني المتهم محبوس حبس احتياطي دلوقتي معالي الرئيس من 2023 بدون حرز بدون اتهام. لا مش بدون حرز. هو ما فين؟ طب فين الحرز معالي الرئيس؟ انت بتقول الحرز تم ضبطه والنيابه ارسلته. ما هو النيابه لا مؤاخذة انا لا غبار على النيابه اطلاقا. طيب ماشي يبقى الحرز ده راح فين؟ يبقى بدون حرز ازاي؟ لا ما هو سعاده الرئيس النيابه مشكوره. يعني انا ماشي معاك زي ما بتقول تابع الابنودي. ان الحرز تم ضبطه والنيابه حققت. ما تمش ضبطه. والحرز كان موجود في النيابه والنيابه ارسلته النيابه لما النيابه لما مش انت بتقول بالفعل أيوة. النيابه ارسلته للمعمل المعمل الجنائي تمام يبقى اذا في حرز موجود فيه وتم ارساله فقد
لا تم ارساله الفقد ده هنشوف فقد فين. طيب ما هو حضرتك طبعا المتهم دلوقتي احنا يفضل محبوس على الرئيس بدون اتهام. لا مش بدون اتهام، انت في اقوالك بتقول تم ضبطه والاحراز حرزت وتم ارسال الحرز، يبقى اذا موقفه امام النيابه كان في حرز. معنى ده عباره عن النيابه العامه، ما هي النيابه هي صاحبه الدعوه. هو صاحب الدعوه الجنائيه مش هي اللي اتهمت. طيب يبقى اذا هي النيابه ممثله في شخص المحقق قالت انه في حرز وارسلوه للمعمل. معمل الجنائي. بس. راح المعمل. طلباتك عايز تعرف الحرز. الحرز فين الحرز اللي هو هل ايجابي ولا سلبي؟ ما نقولش المتهم ما فيش حرز ليه. ما زعم من ضبط مش موجود. بس هو حرام يفضل محبوس سعاده الرئيس بدون حرز. ده موضوع تاني. تطلب ما تشاء، تطلب لا سبيل. لا احنا عاوزين يعني بنلتمس لا سبيل. تطلب ما تشاء، لكن احنا بنحدد طلباتنا للوالد في الدعوه لينا طلبات ايه؟ اما طلباتك بشان المتهم ده موضوع تاني. هو انا معالي الرئيس انا مش عاوز اطول في الدعوه، لانه انا لو طولت في الدعوه نحن المحكمه عندها استعداد تأجل لك لباكر لبعد باكر وما تطولش في الدعوة. لو طعنت بالتزوير على محضر الضبط ومحضر جمع الاستدلال. انت شفت محاضرة معينة؟ لا 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 والله ما بتاعت الدكتور الاستاذ الدكتور محمد ابو وائل ده فوق راسي من فوق الدليل فاضي. ولكن انا مؤاخذة يعني التطرق دائما دي مش لا 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 دائما وابدا معالي الرئيس، انه طبعا لما اللي تعلمناه من حضراتكم يكفينا شرف انه احنا نوقف ومترافع امام الهيئه في الموقع. اخر الجلسه نشوف يعني. بس بنسى ما عندناش طلبات من علينا. كان لنا طلبات في الجلسه الماضيه. انا سالتك سؤال الاول طلباتك قلت لي جاهز، انت ارجعت. انا قلت لك جاهز رايز. انت قلت المتهم الثالث، كونك تسيب الثالث يتكلم. لا هو لا يا رايز. لا انا حاضر عن الاول وهو فضل بيتكلم. رايز طلباتك ايه؟ هو بيقول لك انت جاهز. طلباتك كان لنا طلبات معاليك، شهدين اثبات ودفتر الاحوال وشهاده من المرور. وسبك حتى هذه اللحظه لم تحدد جلسه لجرح طمس اللوحات في المرور اللي هي سند الدعوه. انت صرحنا لك ولا ما صرحناش؟ صرحت لي معاليك وجبنا وروحنا لسه ما الرئيس على استاذ مش بقى يعني ما جبتش لا الرئيس جبنا انا عشان كده صعب الرئيس على ضوء ما تقدم وما ورد اليوم من دفتر الاحوال يبقى قضي الامر الذي فيه استفتاء. يبقى النهارده العبره في شرعيه الاجراء وليس النتيجه التي قالها الاجراء. فلما جه النهارده الدفتر احنا دايما بيبقى طلباتنا مالوفه وفيها من اليقين. لما جه الدفتر خالي من اسم في المأمورية دي بيؤكد المنازعه في كيفيه ومكان وزمان الضبط ما فيش خطه. طيب انا انت عايز تثبت الماده 35 بس طلعت على طلعنا على الفلاح. عايز تثبت ايه الماده 35؟ لا اثبت لي اللي انت اللي انا عاوز حضرتك رئيس تكليف النيابه. تكليف النيابه عشان ما ارجع عايز ايه اللي انت لاحظته بالنسبه للدفتر؟ لحد يوم 12/5 انت اطلعت على الدفتر؟ الملحوظه اللي طلعتها ايه؟ الاطلاع على دفتر الاحوال من الدفاع. الاطلاع على دفتر الاحوال من الدفاع في جلسه اليوم. وهات لي الصفحه بتاعتك. اطلعنا عليه سعادتك ونثبت ان بقى تم استاذ المحكمه تاشر عليه انك اطلعت عليه. اتفضل يا فندم. طلبت وجه المحكمه. اتفضل يا فندم. وبتثبت ملحوظه معينه؟ ايوه يا فندم. المحكمه مش بتشوف الملحوظه بتاعتك صح ولا غلط؟ لازم تشوف يا ريس. طيب ماشي يعني انتوا مستعجلين ليه؟ مستعجلين سعادتك. مش ممكن تثبت ملحوظه غلط؟ يبقى لو ثبتها والمحكمه قررت يبقى وضعك 18/11 اسم اسم الطلاق حيث تبين من الاطلاع على دفتر الاحوال تبين الاطلاع على دفتر الاحوال ويقول عن يوم الواقعة عن يوم الواقعة المزعوم ضفاه بتاريخ 19/11 19/11 19/11 19/11 23 19/11
تبينت 19 لا 19 18 لا 19 تبينت قلوب الدفتر الدفتر المقطوع ساعة الرئيس وليس اشرنا على 18 تبين خلوه الدفتر من سمة منطقية لشاهدي الإثبات الوارد اسمهما لأمر الإحالة وهذا الأمر سعد الرئيس جامد المدافع في اللسان المنطقي إن هذا الموضوع الحق الدفتر اذا كان الضابط ثابت ان هو ثبت في دفتر الاحوال ده شيء بس ما هو ده الموضوع اللي احنا عاوزين بقى ما هو ذلك عليك والمعتاد عليه في الشرطه ده في مرافعتك ايوه انه بيثبت المأمورية دي بقى ثبت لك ان هو لم يثبت لم يثبت لا شكون ولا خروج ولا مأمورية ولا يا باشا قول اللي انت عايزه حتى ضابط النظام ساعتك مش مظبوط في الدفتر بيتحرك معاك في المأمورية مش ثابت حاجه طب يا سعاده الرئيس هذا الامر ده مش المحضر الجلسه مفتوح يا سعاده الرئيس هذا الامر بيترك سؤال ونترك فيه الاجابه هل هذا العمل مألوف ام غير مألوف ده انتوا جايبين مرافعه بس الان عايز اسمع حاجه بس من ضيعش هذا الامر يا استاذ عايزين مرافعه دلوقتي لا يا فندم احنا عايزين وجهه